بسم الله الرحمن الرحيم. اسمحوا لي ان انا هاخد يعني دقيقتين ثلاثه من وقتكم، وهوجه التحيه لكم جميعا، بس هوجه التحيه لقائد انا خدمت معاه يمكن كتير من المصريين ما يعرفوش، وكتير من الجيش يمكن ما يعرفش. ده اللواء سمير فرج، كان قائد كتيبتي. واسمح لي يا فندم ان انا اتكلم، يعني عمره ما ذكر ده في اي لقاء تلفزيوني او كده، وده امر انا مش هقول هقدره ان انا رفضه، لا، هقدره من رجل يعني هتكلم على ان احنا دايما بنقول في الجيش الوحده قائد. لو القائد اللي جاي يدير الوحده قائد عظيم، الوحده بتبقى عظيم، والعكس صحيح. فكنت انا في الوقت ده ملازم اول يعني، وقالوا ان المقدم سمير فرج جاي من كليه القضاء والاركان، وده المقدم، اسمح لي ان انا اتكلم بالطريقه ديت، جاي عشان يمسك الكتيبه هنا. وكان في الوقت ده السمعه الطيبه والقدره العلميه معروفه جدا جدا، وكان ساعتها طبعا كان راجع من كليه القضاء والاركان في بريطانيا. وانا لما رحت بريطانيا لنفس الدوره ديت، كانت اكتر حاجه مشهوره بها الكليه هي المناظره اللي تمت ما بين الدكتور او اللي هو دكتور سمير فرج وبين الرئيس شارون بعد حرب 73. فانا دي السمعه اللي كانت جايه للمقدم سمير. طب انا اتعلمت ايه منه؟ انا اتعلمت منه حل المشاكل. في كل واحده بيبقى فيها مشاكل، ففوجئت. اولا هو خدني ضابط استطلاع وامن الكتيبه بعد ما وصل يمكن باسبوع ولا 10 ايام، وفوجئت ان كل المشاكل اللي موجوده في الكتيبه وفي كتائب اخرى في الجيش في الوقت دوت، هو ليه طريقه في ايجاد حلول لها. فتعلمت ان مفيش مشكله ملاش حل، بهدوء ويسر وفكر. فتعلمت منه ده. وبعدين كان لي حظ ان انا خدمت مع سيادته برضو، هو رئيس اركان الفرقه 33 وقائد الفرقه 33. فانا بوجه لك كل التحيه يا فندم، وكل التقدير يا فندم، والاحترام يا فندم. ما كانش ممكن ان انا اعدي، ما جاتش فرصه قبل كده ان انا اشوف سيادتك في مناسبه زي دي عشان اذكر ده. ففضل يا فندم. تسمح لي يا فندم اقول حاجه؟ اتفضل يا فندم. انا عمري ما ذكرت هذا الموضوع في حياتي، حتى لا يقال ان بتبلغ.